أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من قناة بلقيس، والبداية بالعناوين. مواجهات في مديرية الصلو بتعز، والتحالف يقصف مواقع الميليشيا في ذباب. أطباء بلا حدود ترصد أكثر من 400 جريح في تعز خلال أسبوع. الميليشيا تختطف مسؤولا محليا في الحديدة وتقتحم منازل في مديرية الزيدية. أهلا بكم. اندلعت اشتباكات بين عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع وأهالي مديرية الصلو في ريف محافظة تعز. وقال مراسل قناة بلقيس إن الاشتباكات تركزت في منطقة المشجب بمدرسة الرازي. إلى ذلك أفاد مراسلنا بوصول عشرات المقاتلين من أبناء الحجرية إلى جبهة الضباب للمشاركة في عملية تحرير تعز. ينضم إلينا من تعز مراسلنا فواز الحمادي. فواز، يعني كانت الاشتباكات تتركز في منطقة المشجب بمدرسة الرازي، ما الجديد في هذه الأثناء؟ سياسة الحوثي وقواتها. نعم فواز. في صفوف في الجبهة الغربية تحرات جديدة في حال إشغال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عن المعركة والهدف. فواز، هناك تقطع في التواصل في الاتصال، سنحاول الاتصال معك لاحقا، شكرا لك. تعد الجبهة الغربية لمحافظة تعز وخاصة المناطق الساحلية من أهم المعارك التي تخوضها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مع الميليشيا، وتسعى الميليشيا إلى تعزيز تواجدها في باب المندب، وهو ما تهدف إليه قوات الجيش والمقاومة للتصدي له. تسابق محموم نحو حسم المعركة الساحلية لمحافظة تعز بين قوات الشرعية وميليشيا الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح لبعدها الاستراتيجي المطل على باب المندب. المعارك في تلك المناطق تسير في مراحل مختلفة، تشد وقتا وتهدأ وقتا آخر نتيجة العمليات العسكرية التي تشهدها البلاد عامة. تنتشر قوات الجيش في هذه المناطق في مهمة الاستعداد لخوض المعركة التي قد تكون هي الأخيرة بالنسبة للميليشيا، التي حاولت أن تعزز تواجدها بغية استمرار معاركها هناك رغم تلقيها هزائم عدة خلال الأشهر القليلة الماضية. في جبهة ذباب شدت المواجهات مؤخرا بين قوات الجيش الوطني مدعومة بالمقاومة الشعبية وبين ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، أسفر عنها سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين. المعلومات الواردة من الميدان تقول إن قوات الجيش والمقاومة تقدمت في منطقة كهبوب بجبهة ذباب بعد معارك عنيفة، في حين حاولت الميليشيا استعادة مناطق خسرتها في المعارك الأخيرة. يأتي هذا في الوقت الذي تجري فيه ترتيبات عسكرية واسعة للجيش والمقاومة لتطهير الجبهة الغربية لمحافظة تعز بشكل كلي من جهة، وتضييق الخناق على الميليشيا في محافظة الحديدة من جهة أخرى. ويبقى الساحل الغربي لمدينة تعز رهن إشارة المعركة الفاصلة التي لم يضع لها توقيت زمني محدد لإعلانها خالية من الميليشيا. اتهم ناطق المقاومة في تعز محمد مقبل الحميري المنطقة العسكرية الرابعة باحتجاز عدد من الآليات العسكرية التي أرسلها التحالف للمقاومة. قال الحميري إن المنطقة الرابعة منعت وصول الآليات والمعدات العسكرية إلى تعز وقامت باحتجازها في منطقة كرش. انتقد الحميري الحكومة لتخليها عن الجرحى وأسر الشهداء في تعز. أعلن المجلس العسكري في تعز أن 23 من ميليشيا الحوثي والمخلوع قتلوا في حصيلة للمواجهات الدائرة في عدد من جبهات المحافظة. وأوضح المجلس أن 6 من أفراد الجيش والمقاومة قتلوا وجرح 29 آخرون في جميع الجبهات. إلى ذلك تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة عملياتهم العسكرية في تمشيط معسكر الدفاع الجوي من جيوب الميليشيا. مراسلنا حمزة أمين والتفاصيل. معارك عنيفة تشهدها محافظة تعز في الجبهة الشمالية الغربية، وتحديدا في معسكر الدفاع الجوي، حيث دارت مواجهة شرسة بين رجال الجيش الوطني مسرودين بأفراد المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. استطاع من خلالها رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من إحكام سيطرتهم على أجزاء كبيرة ومواقع استراتيجية كانت تقع تحت سطوة الميليشيات الانقلابية. مسيطر على الدفاع القوي بالكامل، جميع الثكنات الثغرات. الآن بدأ بعض الشباب تفكيك بعض الألغام الذي تعيق التقدم السريع،
بالقناصة والهاون الذي تعيقنا احنا، ولكن الان شرس يتم السيطرة والاتفاق عليه من قبل الوعش، ونحن الان في اخر معقل من معاقل عفاش كان في تعز، واذا تمت السيطرة عليه ان شاء الله اليوم الى اخر شارع 60 ان شاء الله ستكون المعركة القادمة هي الحوبان باذن الله تعالى. يعني الشباب حيوية ومستعدين يعني للصمود الى اخر واحد. القصف المدفعي العنيف وتمركز قناصات الميليشيات ومحاولاته المستميتة من أجل استعادة المواقع التي سقطت منه يوضح الأهمية الاستراتيجية لتلك المواقع التي أصبحت شبه محررة بالكامل، فيما يؤكد شباب المقاومة عن صمودهم وثباتهم والعمل على تحرير بقية أجزاء المعسكر خلال الأيام القادمة. طبعا نحن الآن في قلب الدفاع ونحن في المنطقة المرتفعة على الدفاع كامل، إلا أن هناك جيوب للحوسة في المنطقة الشمالية الشرقية للدفاع، وهم مستميتين على موقع الدفاع القوي بحكم موقع الاستراتيجي، وهناك شهداء يعني من قارب 2 شهداء من الصباح، لكن القتلى قتل الحوسه كثير الان من قارب 8 جثث موجوده الان جنبنا نشوفها، ولكن نبشركم اننا ثابتين هنا ولن ننسحب من هذا المكان وسنسيطر على الدفاع اليوم او غدا بالكثير باذن الله عز وجل. لا زالت الاشتباكات مستمره هنا، ولا زال شباب المقاومة الشعبية مسنودين برجال الجيش الوطني يواصلون تقدمهم فيما تستميت الميليشيات الانقلابية للسيطرة على هذا الموقع، ولكن لا مجال لذلك. حمزة أمين، قناة بلقيس، من معسكر الدفاع الجوي بمحافظة تعز. لمزيد من الحديث حول تطورات الأحداث من هناك ينضم إلينا مراسلنا حمزة أمين. حمزة، حدثنا حول آخر التطورات الجارية في الجبهة الغربية والغربية الشمالية وحول منطقة تبت الدفاع. نعم، لليوم الرابع على التوالي لا زالت الاشتباكات مستمرة في معسكر الدفاع الجوي، حيث تحاول الميليشيات الانقلابية استعادة تبت الدفاع والتي تم تحريرها من قبل أفراد المقاومة الشعبية والجيش الوطني. هم يستميتون على استعادتها لأن معسكر الدفاع يعتبر موقعا استراتيجيا، حيث أنه يمتد من منطقة الحصر إلى خلف معسكر اللواء 35 شمالا، وإلى شارع 50 و40 شرقا، وإلى 30 وشارع 24 غربا. لذلك فمعركة الدفاع الجوي هي معركة مصيرية للحوثيين، كما هي معركة أيضا لتحرير بقية المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات. بالنسبة للجبهة الشرقية، لا زال شباب المقاومة يحاولون التقدم ويقومون بتأمين المواقع التي تم تحريرها بالأمس. أيضا بالأمس شهدت منطقة كلابة اشتباكات عنيفة تزامنت مع قصف طيران قوات التحالف تجمع للميليشيات في جبل هان المطل على منطقة الربيعي غرب تعز، نتج عنه تدمير رشاش مضاد طيران عيار 14.5 وقتل عددا من الميليشيات. كما قام أيضا طيران التحالف باستهداف نقطة الحصين شمال المدينة، نتج عنها تدمير مدفع ثقيل كان بجوار النقطة، ووصل أيضا غاراته على القصر الجمهوري في الجهة الشرقية للمدينة. طيب حمزة، إذا ما تحدثنا عن منطقة الدفاع وتبت الدفاع في الجهة الغربية من تعز، هل تؤثر على دخول المواطنين وخروجهم والحركة من وإلى المدينة في الطريق الذي يعني فك الحصار عن تعز من خلاله؟ معارك معسكر الدفاع هي لا تؤثر نسبيا، كون الحصار قد فك من الجبهة الغربية في اتجاه منطقة الضباب، إنما يؤثر على الذين يسافرون إلى داخل المدينة من قراهم، كون معسكر الدفاع يطل على منطقة شارع 60، هذا الشارع الذي يربط بين القرى التي تقع في تلك المنطقة في مديرية التعزية وما جاورها والمدينة. أشكرك شكرا جزيلا، مراسل قناة بلقيس من تعز حمزة أمين، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا. وبالعادة ومشاهدينا الكرام إلى مراسلنا فواز الحمادي أيضا من تعز. فواز، تحدثت على أن هناك اشتباكات كانت تركزت في منطقة المشجب بمدرسة الرازي، حدثنا عن آخر تطورات اليوم في الصلو وفي ريف تعز بشكل عام. طبعا ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح تحاول اقتحام مديرية الصل والسيطرة على جبل الصل المطل على حيثان ومديرية قبس وعدة مناطق أخرى، ولكنها حتى الآن تفشل في إحراز
أي تقدم، لأن الحاضنة الشعبية في هذه المناطق تتبع المقاومة الشعبية. الميليشيات بالأمس حاولت فتح جبهة في المديرية سامع، لكنها جوبهت بمقاومة شديدة من أهالي المنطقة وكذلك من رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين التحقوا سريعا بالمنطقة وصدوا هجوم الميليشيات. حاولت الميليشيات مهاجمة المنطقة 6 مرات لكنها فشلت في إخراج أي تقدم. سقط شهيد وعدد من الجرحى من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وخسرت الميليشيات عدد من أفرادها بين قتيل وجريح. نعم فواز، هل حدثت أي ضربات للتحالف العربي في المنطقة؟ لم تشهد المنطقة أي غارات لطيران التحالف العربي، لأن الميليشيات الانقلابية حتى الآن ترسل أسلحة ثقيلة للمنطقة. كل ما تحاول عمله هو هجوم بسيط بأسلحة متوسطة، ولم ترسل أسلحة ثقيلة حتى يقصفها طيران التحالف العربي. طيب فواز، حدثنا عن تعزيزات الميليشيا، هل وصلتهم تعزيزات إلى هذه المناطق؟ بالنسبة لمديرية سامع، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة وبأسلحة متنوعة لصد الهجوم الذي حاولت من خلاله الميليشيات الانقلابية إحراز تقدم والسيطرة على مناطق في مديرية سامع، لكن رجال الجيش شفدوا كل الهجوم الذي حاولت من خلال الميليشيات التقدم، ولم تنجح الميليشيات في إحراز أي شيء. أشكرك شكرا جزيلا مراسلنا فواز الحمدي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أعادت المقاومة الشعبية في مدينة تعز طفلا إلى والدته، كان أسيرا ضمن المقاتلين في صفوف الميليشيا. قال مراسل قناة بلقيس إن الطفل أحمد منصور الفقيه تم تسليمه إلى والدته بعد تواصلها مع المقاومة. كانت المقاومة قد أسرت الفقيه قبل أيام أثناء تحريرها للمنطقة الجنوبية الغربية بتبت الأرانب تحديدا. الشارع دي كان جابنا كل حوثة وأنا ما أعرفهم شيء، ولا عندني ما قرضهم ولا ما معهم ولا دراني، أنا مره وهذا الطفل، وكان يقولهم يذبحوا، ما أقول ما أدري، هم أطفال ما بذنبهم، كذابي الناس، أنا مش أصدق إذا أبصرت بعيني. بس من بعد قالوا يعني هو بيد المقاومة، والمقاومة يعني حفظوا ومسكوا ويعني بنتبهوا له يأكلوا ويشربوا مرتاح مفتهن معه. أنا أطمأننت يعني، قلت لك أنصح كل أم يعني أم يعني تمسك طفلها وتربي طفلها يتعلم، شو يصير يقاتل طفل ما بينه ولا شيء، مسكونا وجابونا لهنا بسلامتي. الله ما عملوا بشيء. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن القتال المكثف في مدينة تعز أسفر عن وقوع أكثر من 400 جريح حرب، جلهم مدنيون وصلوا إلى غرف الطوارئ في المستشفيات خلال الأسبوع الماضي. أضافت المنظمة في بيان لها إن الجرحى أصيبوا أثناء الغارات الجوية والانفجارات أو بالأعيرة النارية، ومنهم من أصيب نتيجة انفجار الألغام الأرضية. وحذرت المنظمة من أن القتال الدائر في المناطق المكتظة بالسكان داخل المدينة له تداعيات مدمرة ويهدد حياة المدنيين العالقين بين خطوط المواجهات. أشارت المنظمة أنه يصعب حصول الناس على الرعاية الطبية نتيجة تدمر المستشفيات. بدأ ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتوزيع 20,000 سلة غذائية لمديريات مدينة تعز عقب وصول أول قافلة إغاثية بعد فك الحصار جزئيا عن المدينة. أشاد وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الأكحلي، أشاد بالدور الذي يقوم به ائتلاف الإغاثة في توزيع المساعدات للمتضررين في المدينة المنكوبة وقيامه بعملية مسح ميداني شامل لكل المديريات والعزل. وأشار الأكحلي إلى أن إجمالي ما يصل إلى المدينة من مساعدات إغاثية ليس كافيا مقارنة بالاحتياج الكبير للمواطنين الذين وصل معظمهم إلى مرحلة الفقر المدقع جراء حرب وحصار ميليشيا. قتل جنديان من قوات الجيش بانفجار لغم أرضي في مدينة عدن. وقال مصدر طبي إن الجنديين علي البركاني وحسين عبد الله البادي قتلا بالانفجار في معسكر بدر بمديرية خور مكسر. وزرعت الميليشيا مئات الألغام في مدينة عدن والمحافظات التي اجتاحتها منذ سبتمبر من العام الماضي. أصيبت طفلة جراء قصف الميليشيا العشوائي على قرية ظفار بمحافظة الضالع. قال مراسل قناة بلقيس إن الطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وأصيبت جراء القصف العشوائي الذي تشنه الميليشيا على القرية التابعة لمديرية العود.
أضاف مراسلنا أن المواجهات متواصلة بين المقاومة الشعبية والميليشيا في جبهة حمك العود وبعدان بالمحافظة. وصلت شحنة من الأسلحة والذخائر إلى معسكر الصدرين التابع للواء 33 مدرع في محافظة الضالع. وقالت مصادر عسكرية لقناة بلقيس إن شحنة مقدمة من رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش في جبهة مريس دمت التي تشهد مواجهات مع الميليشيا منذ نوفمبر الماضي. هناك الآن دعم قوي وصل للجبهة، يعني ذخائر ومتعددة، يعني ذخائر ثقيلة ومتوسطة وخفيفة والحمد لله، وجبهتنا تسير على ما يرام والقوة موجودة والذخائر يعني موجودة بشكل يعني قوي جدا، نستطيع أن نحرر فيها دم. معنا من الضالع الآن مراسلنا محمد المريسي. محمد، ما هي نوعية الأسلحة التي يعني تسلمتها جبهة مريس من رئاسة هيئة الأركان؟ نعم، مرحبا. أهلا محمد، كنت أسألك عن ما هي نوعية الأسلحة التي تسلمتها جبهة حمك مريس أو المقاومة هناك من قبل هيئة الأركان؟ وصلت يوم أمس بعد أن تأخرت بعض اليوم في مدينة الضالع لأسباب أمنية، عبارة عن ذخيرة للأسلحة المتوسطة الرشاشة والدشكة وبعض الأسلحة العادية، كذلك ذخيرة وموان للدبابات العادية المتواجدة في معسكر الصدرين. أيضا طالب هذه الدفعة تعتبر دفعة جديدة قادمة من مارب من للواء أو لمعسكر الصدرين التابع للواء 33 مدرع، كما أيضا صرح قائد المعسكر عبد الله مزاحم أن هذه الدفعة تعتبر دفعة نوعية، لكن يطالب بالمزيد من السلاح والآليات أيضا لهذا المعسكر. طيب محمد، حدثنا عن آخر الاشتباكات أو المواجهات في المحافظة بشكل عام. نعم، الجبهة الضالع تعيش جبهتان، جبهة حمك الغربية الواقعة بين محافظة إب والضالع يبار، وأيضا كما قلت في النشرة سقطت طفلة، أيضا القصف ما زال حتى قبل قليل عشوائي على قرى يبار وظفار وأيضا العبارب، المنطقة الواقعة بين إب والضالع، هذه المنطقة التي يتواجد فيها أيضا رجال المقاومة من بعدان. هذه المنطقة أصبحت بين المقاومة وبين أيضا مقاومة من بعدان. أما في الجهة الشمالية الواقعة في منطقة مريس تشهد بشكل مستمر ومتقطع ضرب مدفعي بالأسلحة المتوسطة، خاصة في منطقة يعيس الواقعة بين الإرفاف ومريس، وأيضا بتواجد القناصة الميليشيا في جبل التهامي وأيضا جبل ناصا، يحاولوا من هذه المناطق الرجال المقاومة أثناء تحركاتهم والتنقلهم من منطقة إلى أخرى. أيضا تشهد مدينة دمت في هذه الفترة أو في الفترة الأخيرة انفجارات مجهولة أو ربما بعبوات ناسفة تستهدف مواقع وآليات ميليشيا الحوثي وصالح في المدينة أو في أطراف المدينة. أيضا تشهد أو دشن قائد اللواء الركن علي قائد اللواء 33 مدرع أول مشروع رماية بالذخيرة ودفعة تخرج لسلاح الدبابات. نعم محمد، نعم، أشكرك شكرا جزيلا. مراسل قناة بلقيس محمد المريسي كنت معنا عبر الهاتف من الضالع. شن طيران التحالف غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي والمخلوع في عدد من المحافظات، ففي العاصمة صنعاء استهدفت غارتان جويتان معسكر الحفا ومنطقة بران التابعة لمديرية نهم، وفي مدينة تعز استهدفت الغارات مناطق واليات عسكرية في مديرية ذباب الساحلية، كما شنت الطائرات غارات على مواقع في مديرية حريب وكذلك مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف. هذا وأعلن الناطق باسم التحالف أحمد عسيري أن العمليات العسكرية الكبيرة في اليمن توشك أن تنتهي، وقال إن اليمن سيبقى بحاجة للدعم على المدى الطويل لتجنب تحوله إلى ليبيا ثانية. مرحلة جديدة من عمليات التحالف العربي في اليمن، لكنها في الحقيقة لا تختلف كثيرا عما هو قائم بالفعل. ربما يبدو هذا ملخصا جيدا لتصريحات المتحدث باسم قوات التحالف. المتحدث أشار إلى أن العمليات العسكرية الكبرى في اليمن شرفت على الانتهاء، وأن المعارك توقفت تقريبا على طول الحدود اليمنية السعودية،
ولكن التحالف سيبقى إلى جانب الحكومة اليمنية حتى تحقيق هدف التدخل العربي كما قال. توقفت المعارك في الحدود، لكن ذلك لا يعني أنها ستتوقف أيضا في الجبهات الداخلية. فمع إصرار ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع على الاستمرار في الحرب، لن يكون هناك خيار آخر أمام السلطة الشرعية والتحالف. لا يبدو أن توقف المواجهات على الحدود ذو علاقة باستمرار الحرب ضد الميليشيا، فهذه الجبهة لم تكن يوما ذات أهمية كبيرة في عمليات التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن، بقدر ما كانت جبهة للتحشيد وتبرير الحرب بالنسبة للطرفين، فيما كان استمرار المواجهات هناك قد استنزفهما بشكل كبير. لم تنتهي الحرب بعد، ولا يبدو أن ذلك سيحدث في وقت قريب. في مأرب ظهر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لأول مرة متحدثا عن استمرار المعركة ضد الانقلابيين حتى استعادة الدولة، وبجانبه كان قائد القوات الخاصة في التحالف يشير لاستمرار قواته في حربها إلى جانب الجيش الوطني حتى إسقاط الانقلاب، فيما كانت مصادر في الجيش الوطني تؤكد على استمرار تجهيز 10 ألوية للمعركة القادمة التي ستكون في صنعاء. في صنعاء أيضا عاود طيران التحالف غاراته على مواقع الميليشيا والمعسكرات التابعة للرئيس المخلوع بعد هدوء استمر قرابة أسبوع، في مؤشر آخر على أن هذه الحرب لا تريد أن تنتهي. ضبطت الأجهزة الأمنية في مأرب عصابة تقوم بالنشل وسرقة المنازل والسيارات، وقال مدير البحث الجنائي العقيد أحمد الحليسي إن من بين المضبوطات أسلحة وذخائر وهواتف، وأضاف أن المضبوطات سلمت إلى مالكيها ولم يتبقى منها سوى 10%، وتم إحالتها إلى مخزن نيابتي لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ودعا الحليسي كافة المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الأمن لضبط العصابات والجماعات التخريبية. مضبوطات أسلحة يعني زائد جنابي زائد تلفونات، يعني تم ضبط أكبر عصابة في محافظة مأرب، يعني تقوم بالنشل وسرقة المنازل وسرقة السيارات. الحمد لله تم ضبط عصابة مكونة من 8 أشخاص، يعني إضافة إلى عصابات أخرى، عصابات تفجير البيب موجودة، عصابات سرقة السيارات الحمد لله تم ضبط مجموعة منها. وحسب ما لاحظت سابقا يعني من بعض المضبوطات ايضا المروجين، وبفضل الله محافظة مأرب اصبحت محافظة نموذجية محافظها تحت السيطرة. النشرة مستمرة من قناة بلقيس وفيها بعد الفاصل. آثار اليمن من دمار الحرب إلى نهب العصابات. مواجهة في مديرية الصلو بتعز، والتحالف يقصف مواقع الميليشيا في ذباب. أطباء بلا حدود ترصد أكثر من 400 جريح في تعز خلال أسبوع. الميليشيا تختطف مسؤولا محليا في الحديدة وتقتحم منازل في مديرية الزيدية. أهلا بكم من جديد. تعد الشعارات التي تنشرها ميليشيا الحوثي في شوارع صنعاء إحدى وسائلها في الدعوة إلى استمرار الحرب التي أشعلتها في البلاد. ونشرت الميليشيا منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر من العام 2014 مئات الملصقات في الشوارع والمباني الحكومية والخاصة. شعارات لم تحمل في طياتها جديد، ولم تعكس سوى إصرار الميليشيا على ترسيخ مبدأ العنف وجر البلاد إلى مزيد منه بحث أتباعها للجهاد حسب ما تروج للموت. هنا شوارع العاصمة صنعاء امتلأت بلافتات وعبارات منسوبة لزعيم الميليشيا تحث على الذهاب لجبهات القتال. هذا هو
مجال صناعة الموت الذي لم تتقن يوما سواه، وها هي الجماعة تواصل حشد وتعبئة أنصارها. بهذه الطريقة يتعامل الحوثي وصالح مع أتباعهم باعتبارهم وقودا للمعارك المؤدية لوهم السلطة مقابل وعود بالجنة المزعومة التي نصبوا أنفسهم أوصياء عليها. اختطفت ميليشيا الحوثي والمخلوع مسؤولا محليا واقتحمت منازل في مديرية الزيدية بمحافظة الحديدة. وقالت مصادر محلية أن الميليشيا اختطفت مسؤول مشروع المياه في قرية المحال محمد الجبلي، ونهبت من منزله مبالغ مالية خاصة بالمشروع. كما اقتحمت الميليشيا في القرية منزلي عضو المجلس المحلي محمد شيخ والدكتور رجب علي دحيب. أثرت الحرب بصورة مباشرة على المواقع الأثرية في البلاد، إما بالتدمير أو بالسطو، وساعد غياب الأجهزة الأمنية في ارتفاع نشاط عصابات نهب الآثار وعمليات البيع. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. تفقد القطع الأثرية قيمتها العلمية عندما تغادر أماكنها الأصيلة، يقول علماء الآثار. لكن هذه المقولة لا أثر لها أثناء الحروب، وخلال المعارك يتحول التاريخ إلى أحد الضحايا الذين لا يلتفت إليهم. في أكثر المدن اليمنية التي احتوت أهم حلقات التاريخ، تتعرض الآثار لمخاطر لا تعد. فتلك التي نجت من نيران المعارك تتعرض لما كانت عرضة له قبيل الحرب. فقد كانت آثار محافظتي الجوف ومأرب تواجهان بلا أدنى حماية رسمية حرب وجود، وكانت ترتحل تلك القطع التي من خلالها يمكن رؤية الماضي بوضوح، وأجريت عمليات بيع وشراء بين من اعتبروا أنفسهم ملاكا لماضي لم يكونوا يوما شركاء في صناعته. تم تقسيم المواقع الأثرية وفقا لجغرافية النفوذ، ولم يكن مخجلا رؤية أحجار شذبت منذ مئات السنين تقام بها مبان حديثة. وتلك حد وصف خبراء آثار عملية هدم كبيرة للتاريخ وطمسا لملامحه. لم تقتصر أخطاء الحاضر في حق الماضي بمجرد تحويل الأحداث إلى سلع، بل تحولت المعابد والنقوش والآثار بمجموعها إلى أهداف حرب أعلنتها الميليشيا الحوثية، واختبأت خلف مدافعها لتقصف آلاف السنين التي شيدها الإنسان اليمني وحفظتها الطبيعة. تعاني مدينة عتق بمحافظة شبوة من تراكم مخلفات القمامة منذ شهور بسبب غياب أجهزة الدولة وانعدام الإمكانيات لدى صندوق النظافة والتحسين. ودعا عمال النظافة السلطة المحلية إلى توفير مستلزمات النظافة ورفض القطاع بالعربات اللازمة وصرف مستحقاتهم المالية المنقطعة منذ أشهر. مراسلنا في شبوة إبراهيم حيدر والتفاصيل. هكذا تبدو شوارع وأحياء مدينة عتق المركز الإداري لمحافظة شبوة. تراكم النفايات وتراجع لمستوى النظافة بشكل لا نظير له. فعمال البلدية وصندوق النظافة والتحسين يشكون من شحة الاعتمادات المادية ونقص المعدات اللازمة لرفع المخلفات. احنا نعاني عدة مشاكل، من أهمها لا يوجد لنا قلابات لرفع مخلفات القمامة في المحافظة عتق بشكل عام. فهذه محافظة من المفروض اعتماد لنا قلابات، كانت توجد معنا قلابات في السابق لكنها إيجار، ومع وجود هذه الفوضى سحبت هذه، والآن لا نعاني أول من المشكلة الأساسية هي القلابات. إضافة إلى ذلك امتناع عمال النظافة عن مزاولة أعمالهم بعد تأخر رواتبهم لأكثر من 4 شهور، مما جعل النفايات تتكدس بهذا الشكل بعد غيابهم. عمال النظافة يجب أن ينتشرون هنا في مدينة عتق في شبوة بشكل يومي أظن، لأن عامل النظافة لا يقدر بثمن. فالواجب عليهم، واجب على المجتمع بأسره بأكمله، أن يتعاملوا مع عامل النظافة بكل أدب واحترام، ويجب علينا أن نوقر هذا الشخص بكل ما نستطيع. أقل كلمة نقول له يعني شكرا، هذا أقل واجب علينا أن نقول. البعض هنا لا يعفي السلطة المحلية من القيام بدورها في توفير الحد الأدنى من الإمكانيات لتحسين مظهر المدينة وإنقاذ السكان من كارثة قد تتعدد أضرارها. هناك توجد هيكلة موجودة داخل المحافظة في المجلس المحلي وبالمحافظة كامل، وهي مسلسلة من إدارة المحافظة كامل إلى إدارة البيئة الموجودة داخل المحافظة، وهذه تتحمل مسؤوليتها وميزانيتها. تمام، نعرف أن الآن موجودة أزمة في الميزانية وفي عملية التشغيل في كل مكان، مش إلا في المحافظة. تعد الشعارات التي تنشرها ميليشيا الحوثي في شوارع صنعاء إحدى وسائلها في الدعوة إلى استمرار الحرب التي أشعلتها في البلاد،
ونشرت الميليشيا منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر من العام 2014 مئات الملصقات في الشوارع والمباني الحكومية والخاصة. شعارات لم تحمل في طياتها جديد، ولم تعكس سوى إصرار الميليشيا على ترسيخ مبدأ العنف وجر البلاد إلى مزيد منه بحث أتباعها للجهاد حسب ما تروج للموت. هنا شوارع العاصمة صنعاء امتلأت بلافتات وعبارات منسوبة لزعيم الميليشيا تحث على الذهاب لجبهات القتال. هذا هو مجال صناعة الموت الذي لم تتقن يوما سواه، وها هي الجماعة تواصل حشد وتعبئة أنصارها. بهذه الطريقة يتعامل الحوثي وصالح مع أتباعهم باعتبارهم وقودا للمعارك المؤدية لوهم السلطة مقابل وعود بالجنة المزعومة التي نصبوا أنفسهم أوصياء عليها. اختطفت ميليشيا الحوثي والمخلوع مسؤولا محليا واقتحمت منازل في مديرية الزيدية بمحافظة الحديدة. وقالت مصادر محلية أن الميليشيا اختطفت مسؤول مشروع المياه في قرية المحال محمد الجبلي، ونهبت من منزله مبالغ مالية خاصة بالمشروع. كما اقتحمت الميليشيا في القرية منزلي عضو المجلس المحلي محمد شيخ والدكتور رجب علي دحيب. أثرت الحرب بصورة مباشرة على المواقع الأثرية في البلاد، إما بالتدمير أو بالسطو. وساعد غياب الأجهزة الأمنية في ارتفاع نشاط عصابات نهب الآثار وعمليات البيع. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. تفقد القطع الأثرية قيمتها العلمية عندما تغادر أماكنها الأصيلة، يقول علماء الآثار. لكن هذه المقولة لا أثر لها أثناء الحروب، وخلال المعارك يتحول التاريخ إلى أحد الضحايا الذين لا يلتفت إليهم. في أكثر المدن اليمنية التي احتوت أهم حلقات التاريخ تتعرض الآثار لمخاطر لا تعد، فتلك التي نجت من نيران المعارك تتعرض لما كانت عرضة له قبيل الحرب. فقد كانت آثار محافظتي الجوف ومأرب تواجهان بلا أدنى حماية رسمية حرب وجود، وكانت ترتحل تلك القطع التي من خلالها يمكن رؤية الماضي بوضوح، وأجريت عمليات بيع وشراء بين من اعتبروا أنفسهم ملاكا لماضي لم يكونوا يوما شركاء في صناعته. تم تقسيم المواقع الأثرية وفقا لجغرافية النفوذ، ولم يكن مخجلا رؤية أحجار شذبت منذ مئات السنين تقام بها مبان حديثة. وتلك حد وصف خبراء آثار عملية هدم كبيرة للتاريخ وطمسا لملامحه. لم تقتصر أخطاء الحاضر في حق الماضي بمجرد تحويل الأحداث إلى سلع، بل تحولت المعابد والنقوش والآثار بمجموعها إلى أهداف حرب أعلنتها الميليشيا الحوثية، واختبأت خلف مدافعها لتقصف آلاف السنين التي شيدها الإنسان اليمني وحفظتها الطبيعة. تعاني مدينة عتق بمحافظة شبوة من تراكم مخلفات القمامة منذ شهور بسبب غياب أجهزة الدولة وانعدام الإمكانيات لدى صندوق النظافة والتحسين. ودعا عمال النظافة السلطة المحلية إلى توفير مستلزمات النظافة ورفض القطاع بالعربات اللازمة وصرف مستحقاتهم المالية المنقطعة منذ أشهر. مراسلنا في شبوة إبراهيم حيدر والتفاصيل. هكذا تبدو شوارع وأحياء مدينة عتق المركز الإداري لمحافظة شبوة. تراكم النفايات وتراجع لمستوى النظافة بشكل لا نظير له. فعمال البلدية وصندوق النظافة والتحسين يشكون من شحة الاعتمادات المادية ونقص المعدات اللازمة لرفع المخلفات. احنا نعاني عدة مشاكل، من اهمها لا يوجد لنا قلابات لرفع مخلفات القمامة في المحافظة عتق بشكل عام. فهذه محافظة من المفروض اعتماد لنا قلابات، كانت توجد معنا قلابات في السابق لكنها اجار، ومع وجود هذه الفوضى سحبت هذه، والان لا نعاني اول من المشكلة الاساسية هي القلابات. اضافة الى ذلك امتناع عمال النظافة عن مزاولة اعمالهم بعد تأخر رواتبهم لأكثر من 4 شهور، مما جعل النفايات تتكدس بهذا الشكل بعد غيابهم. عمال النظافة يجب أن ينتشرون هنا في مدينة عتق في شبوة بشكل يومي أظن، لأن عامل النظافة لا يقدر بثمن. فالواجب عليهم، واجب على المجتمع بأسره بأكمله، أن يتعاملوا مع عامل النظافة بكل أدب واحترام، ويجب علينا أن نوقر هذا الشخص بكل ما نستطيع. أقل كلمة نقول له يعني شكرا، هذا أقل واجب علينا أن نقول. البعض هنا لا يعفي السلطة المحلية من القيام بدورها في توفير الحد الأدنى من الإمكانيات لتحسين مظهر المدينة،
وإنقاذ السكان من كارثة قد تتعدد أضرارها. هناك توجد هيكلة موجودة داخل المحافظة في المجلس المحلي وبالمحافظة كامل، وهي مسلسلة من إدارة المحافظة كامل إلى إدارة البيئة الموجودة داخل المحافظة، وهذه تتحمل مسؤوليتها وميزانيتها. تمام، نعرف أن الآن موجودة أزمة في الميزانية وفي عملية التشغيل في كل مكان، مش إلا في المحافظة، لكن في هناك دخل موجود. أين هي بالنسبة للنظافة؟ أين يعني رصيد النظافة في المحافظة من هذا؟ مع غياب دور الجهات المعنية، شهدت المدينة في الشهور الماضية العديد من الحملات التطوعية لتنظيف بعض الشوارع والأحياء، شارك فيها الأهالي وطلاب المدارس، فهؤلاء لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه المناظر التي تحاصرهم من كل اتجاه. تراكم النفايات في مدينة عتق ليس إلا انعكاسا طبيعيا لما فرضته الحرب، وما يزال المواطن هنا في انتظار لحظة التخلص منها وما خلفته من معاناة. من محافظة شبوة لقناة بلقيس، إبراهيم حيدرة. من شبوة نختم نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مواجهة في مديرية الصلو بتعز، والتحالف يقصف مواقع الميليشيا في ذباب. أطباء بلا حدود ترصد أكثر من 400 جريح في تعز خلال أسبوع. الميليشيا تختطف مسؤولا محليا في الحديدة وتقتحم منازل في مديرية الزيدية. النشرة انتهت، لكن التغطية من قناة بلقيس مستمرة. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم أيضا التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.